أتواجد الآن في الحرم المكي الشريف، وأتواجد في غرفة تحتوي على أكبر نظام صوتي على مستوى العالم. نتحدث هنا عن قرابة 7500 سماعة في شتى أرجاء وأنحاء وأروقة المسجد الحرام. المهندس معاذ الخالدي، طبعا مشرف بإدارة الأعمال الإلكترونية في المسجد الحرام. الحقيقة جهود واضحة، نتحدث عن طاقة للميكروفونات وللسماعات يعرفها كل من جاء إلى المسجد الحرام. نتكلم بإسهاب مهندس عن هذه الخدمة. طبعا بالنسبة للعدد، عدد المشغلين والكادر التشغيلي لنظام الصوت يقارب 65 موظف تقريبا، يقومون بتشغيل النظام الصوتي على أكمل وجه وأجود ما يكون ليصل الصوت إلى طبعا المصلي بصوت واضح وعذوبة تامة. وحيث يعمل النظام الصوتي من خلال لواقط متطورة وبحساسية تتناسب مع احتياج المكان واستخدام أجهزة حديثة، تتم إدارتها بواسطة متخصصين مدربين بأعلى مستوى لتنتقل الإشارة الصوتية عبر تلك المنظومة للمتلقين من قاصدي البيت الحرام في وضوح وعذوبة تامة. تغطية النظام الصوتي بالمسجد الحرام تتم بتأمين فعالية عالية لتجنب الأعطال، وذلك عن طريق وجود نظام أساسي واحتياطي وطوارئ كذلك لحساسية نظام الصوت بالمسجد الحرام. طبعا وفي حالة حدوث عطل لا قدر الله في النظام الأساسي، يجري الانتقال مباشرة إلى النظام الاحتياطي حسب الترتيب المعمول به من دون أي شعور.